نشوف الصقر احمد حسن، ايه سر قوه الاهلي في الفتره الحاليه؟ اسالك عن الاداء، اسالك عن طريقه اللعب النهارده لمارسيل كولر، ولماذا هذا التفوق الكبير؟ اعتقد ان احنا اتفقنا قبل اللقاء احنا الثلاثه يعني، وقلنا ان المباراه مش صعبه على النادي الاهلي، واعتقد ان الشكل اللي فيه النادي الاهلي اصبح خلاص بيخلينا حاسين ان النادي الاهلي عنده الافضليه. نعم. ليه عنده الافضليه النادي الاهلي؟ لان كل اصبح عنده مرونه لاغلب اللعيبه اللي متواجدين. المباراه كمان لما نيجي نبص، او على الاقل لما نيجي نبص للقاءات النادي الاهلي ما بعد مباراه السوبر الافريقي، هتلاقي ان معدل التهديف بالنسبه للنادي الاهلي عالي جدا. التفوق بالنسبه للنادي الاهلي لان كل بقى عنده، اصبح عنده عدد كبير جدا من اللعيبه، مين موجود مين مش موجود. يعني انا اعتقد ان النادي الاهلي اصبح عنده كماليه في كل الخطوط. نعم. يعني حتى المكان اللي كان فيه مشكله بالنسبه مثلا ناحيه الشمال علي معلول، كريم الدبيس ادى فيه برده بشكل جيد. نعم. ونقدر نقول ان هو مستقبل جيد بالنسبه للنادي الاهلي. نعم. فانا اعتقد ان الاداء اداء جيد بالنسبه للنادي الاهلي، ولكن يبقى حاجه بالنسبه ل موديتس. نعم. هدف معنوي مهم جدا جدا ليه، اعتقد ان هيخليه ياخد ثقه كبيره بالنسبه لزمايله، انما الكرات العاليه هو مميز فيها، مميز واضح ان هو لازم تشتغل بطريقه مختلفه لما نعم. يكون موديتس اللي موجود في الملعب يبقى لازم اشتغل نعم. كرات عاديه كتير سواء من علي معلول او من حمد هاني. فانا اعتقد ان مباراه سهله بالنسبه للنادي الاهلي، انما في النهايه مكسب مهم بالنسبه للنادي الاهلي. طيب. عصام، يعني الاهلي اذا كسب مباراه فده لانها كانت سهله. طب ما هو الاهلي هو اللي سهلها. ما انا بصراحه انا زعلان يعني انت قلت الاهلي، السؤال بتاع كابتن شوبير كيف ترى الاهلي ومراكز قوته، تقول ان المباراه سهله يعني؟ هل دي مراكز قوه يعني لا يعني مراكز قوه ابراهيم منيسي انه ما بيتكلمش بس هناك بيطلع ازاي يعني؟ اكيد في معدين واكيد في ورق واكيد في على مدار اليومين ثلاثه اللي قبل الحلقه الاولانيه عشان تناقشها يعني الحقيقه الكلام ده انا ما اعرفش هما بيبقوا محرجين ولا بيبقى اذا فاز الاهلي في المباراه سهلة يعني هي سهله ليه؟ طب ما هو ولو جه يلعب سيمي فاينل لا لو جه سهل مش عاوز يديك حقك لو جه ابراهيم كمان مش عاوز يديك حقك سهلتها لو جه سهل اكتر يقول لك ايه وامبي سهل عليه اكتر عشان هاجم. نعم. هو المفروض امبي ده ايه يعني؟ طب ما احنا عاوزين يهاجم اصلا او اي حد اي فرقه دلوقتي بتعرف يعني هو بيلعب نص يوم دفاع بس ما تلعب يا عم ماتش مفتوح لا يعني حتى لما الاهلي بقى يسيطر محمود فيقول لك ايه والمنافس يعني مش امبي بس سهلها عليه اكتر المنافس يعني ايه برضه يعني قال له خد هات جول يعني عبارات مش يعني. مفهومه ده بالعكس ده شناوي شال انفراد لعبتين في منتهى الخطوره شال واحده ثانيه من تحت العارضه وشال كذا وشال كوره من اوفا على فكره نهائي الكاس يعني طبعا بكلمك طبعا برضه مباريات الكاس ده طبيعي يا جماعه كمان عنده دافع كان عنده عايز دافع. يكسب عشان يوصل يروح ويلعب سوبر وحاجات كده وفرقه تحترم وليها حقوقها وتقدر تلعب ومهم جدا انه يعني يبقى فيه تبادل وفي اثاره طب انتوا عاوزين تبادل لا عاوزين تبادل وصاري نستفيد ولا عاوزين الاهلي سهله عاوزين امبي سهله يسميها سهله ازاي يعني عايزين في الاصل امبي صعبها وده كان الهدف لكن الحقيقه الصقر رايه كمان النقطه الايجابيه انه الاهلي بقى عنده عدد كبير من اللعيبه عامل افضليه للمدرب في الاختيارات.